أعلنت إدارة شبيبة الصورة تعاقد مع المدرب شريف حجر لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم، حيث اتفق النادي على كل التفاصيل مع المدرب الجديد لأبناء الجنوب الجزائرية، حيث كان شريف حجر مدربا سابقا في نادي مولودية البيض قبل التوقيع على عقده الرسمي مع النادي. كما أعلنت إدارة نسور الجنوب تعاقدها رسميا مع المدافع بن علي اللاعب السابق لمولودية وهران، والذي وقع لعقد يمتد لموسمين. ومن أجل تفاصيل أوفى حول انتقال المدرب شريف حجار إلى فريق شبيبة الصورة يلتحق بنا عبر الهاتف المدرب شريف حجار. أهلا وسهلا بك وصباحك سعيد. صباحك سعيد شريف حجار. صباح النور، كيف الأحوال؟ يعني الآن سنتحدث عن انتقالك لفريق شبيبة الصورة، العودة إلى هذا الفريق بعد 11 سنة، كيف كانت التفاوضات أقول والمفاوضات مع إدارة شبيبة الصورة؟ السلام عليكم. بالضبط، يعني بعد 11 سنة يعني نقول بالعودة مجددا إلى فريق شبيبة الصورة بحكم معرفتي يعني البيت جيدا، وكانت اتصالات يعني قبل نقدر نقولوا قبل نهاية الموسم يعني مع مولودية البيض، وكانت هناك اتصالات من قبل، لكن كما نقولوا مكتوب ما من نجر يعني السنة يعني، وان اتفقنا على باش نكون يعني المدرب الرئيسي للفريق شبيبة الصورة. في البداية نشكر يعني الإدارة وعلى رأسهم يعني الرئيس حمليلي على الثقة اللي وضعها فيا، في نفس يعني هذا شرف كبير ليا باش نكون العارضه الفنيه لشبيبة الصورة، وفي نفس الوقت يعني مسؤوليه كبيره. على كل حال يعني يعني رانا في فريق اللي عنده الامكانيات اللي نقدر يعني اي مدرب ولا لاعب باش ينجح في هذا الفريق، خاصه نقول دائما نقول بلي هذا الفريق احترافيه باتم معنى الكلمه، نظرا للنظام تاعو ونظرا للنوايا الحسنه تاع القائمين على هذا الفريق. بالنسبه يعني الاهداف يعني نقول باللي يعني من اجل التنافس على البوديوم المراتب الاولى، هذا هو الهدف تاعنا، رغم نكون نقول المنافسه تكون صعيبه لان ما راش واحد يعني في الميدان، هناك على الاقل ثمان فرق اللي عندها نفس الاهداف يعني هو البوديوم. بالنسبه يعني للتعداد تكون شويه مشاكل مش يعني صعوبات، خاصه بعد تصريح ما يقارب يعني 16 لاعب، يعني نقول باللي اكثر من 50% الفريق راح يعني يتعود من جديد، وحنا مطالبين باش يعني نقول هذاك الانسجام ولا نقول يعني المجموعه ولا الفريق ككل يعني في خلال التحضيرات، نعرف باللي مش تكون صعيبه يعني، ولكن لان كما قلت يعني لازم يصبروا على الفريق هذا لان التشكيله رايحه تتغير كاملا، وان شاء الله يعني نحققوا الاهداف المرجوه هذا يعني يكون بفضل الجميع، مجهودات الجميع سواء الطاقم الفني او الطاقم الاداري وخاصه اللاعبين. اكيد، واولى الانتدابات كانت باللاعب بن علي من فريق مولوديه وهران، وستتواصل كما قلت في انتظار تجديد كل الفريق بالنسبه لفريق شبيبه الصوره، هذا سيعطي ربما سيشكل ضغط على المدرب، او عندك الحلول المناسبه في فريق شبيبه الصوره بما انك دخلت في مهمه جديده مع الفريق؟ والله يعني الانتدابات حنا في صدر الانتدابات يعني كان قبل بن علي كان الحارس وردي الوداع، كذلك كانت الالتحاق تاع المهاجم تاع مدبيط حتاله، ورانا في يعني كل في دراسه يعني يكون هناك عده لاعبين مقترحين الاداره ولينا، دونك لازم نقول لكم مازال عندنا الوقت يعني حقيقه عندنا اسبوع يعني لا تريت لجلب يعني الاحسن لاعبين، كي نقول احسن لاعبين يعني من كل الجوانب، ان كره القدم اليوم اصبحت هي قوه تاعها في المجموعه،
اكيد انك هناك كريتير بور كريتير جوار سواء من الناحيه البدنيه او التقنيه وخاصه خاصه من ناحيه من العقليات. يعني انا اسيس بوكو سي سمو العقليه اللاعب او السيره الاخلاقيه تاع اللاعب تاعنا. اكيد. وبخصوص التربص المقبل لفريق شبيبه الثوره، هل تم تصدير البرنامج بخصوص هذا التربص تحضيرا للموسم الجديد؟ بالفعل يعني بعد الامضاء تاع العقد مباشره يعني درنا البرنامج تاعنا يكون يعني اول انطلاقه تاع التحضير تاعنا يكون في بالشهر من يوم 5 يعني خلال 10 ايام من 5 الى 15 يكون التحضير في بالشهر، ومن ثم يعني الانتقال الى خارج الوطن ربما تكون الوجهه يعني في تركيا التربص الثاني، والتربص الثالث يعني بعد العوده من تركيا يكون يعني يكون ان شاء الله يعني في الجزائر العاصمه لخوض على الاقل يعني مباراتين وثلاث مباريات يعني في داخل الوطن. نعم. وهل ما نقدرش نقولوا انه حان الوقت لفريق شبيبه الثوره الذي حقق نتائج ايجابيه في منافسه افريقيه خاصه بعد تضييع المرتبه الثالثه مع مولوديه البيض وعدم ضمان مشاركه افريقيا، الان حان الوقت لفريق شبيبه الثوره حتى يشارك في رابطه الابطال الموسم المقبل واي منافسه كانت على مستوى الافريقي والقاره؟ اقول بالفعل يعني كما قلت يعني في سابقا بلي هذا الفريق يمكن يملك كل الامكانيات خاصه من الامكانيات الماديه، لان عرفوا لكل الفرق كل الفرق يعني اللي ما عندهمش شركات راهي تعاني من الناحيه الماديه، ان شاء الله يكون عندهم الحلول حتى تكون البطوله متكافئه. وحنا كنغاني في فريق اللي عنده الامكانيات عنده الامكانيات عنده طموحات كبيره خاصه هذا الفريق سبق له وين حتى يعني المراتب الثالثه والثانيه ويشارك في كاس الرابطه وشارك يعني في عده مناسبات افريقيه. احنا نحاولوا بان هذه السنه باش نعودوا للواجهه الافريقيه يعني احد المراتب اللي تاهل الى المنافسه الافريقيه. أكيد. شكرا لك شريف حجار على كل هذه التفاصيل الخاصة بانتقالك والتوقيع على عقد جديد مع شبيبة الثورة، نتمنى لك كل التوفيق.